تكنولوجي عندي حكي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي مساكم الله بالخير شباب بنات، مثل ما عودناكم حلقة جديدة من برنامج قادرين شو طمطوم والأبطال. اليوم حلقتنا راح تكون مميزة جدا. ليش؟ لأن احنا حبة على قلبي حبة يكم رح اليوم الحلقة راح تكون جميلة جدا أكيد، مو بس مع يعني مو أنا بروحي، لأن وياي ربعي اللي هم مذيعين الخطيرين جدا، وأقول أحلى تحية حق البدري. تفضل حبيبي، يعطيك العافية حمود، حياكم الله ويانا حبايبنا في حلقة جديدة من قادرين. رحب بالشباب هني والربع هني، بس قبل لا ننتقل حق واحد ثاني احب اشكر واوجه تحيه حق دكتوري دكتور خالد القحص بجامعه الكويت على دعمه لنا، دعم حق الشباب. طبعا من درى ان احنا اتجهنا حق المجال الاعلامي التلفزيون ما قصر وياي، وقف وياي وقفه حلوه. طبعا احنا نحتاج الدعم المعنوي والتشجيع، وان شاء الله كل الدكاتره يمشون على الخطوه. اكيد نوجه له احلى تحيه، يعطيه العافيه وما قصر. نشكر بدر طبعا دكتور خالد القحص، اوجه له ما تحيه دكتوري هو الله اكبر دام تلزقون دكتوري والله والنعم فيه. قوة شباب بنات، أتمنى اليوم حلقتنا تعجبكم. موضوعنا طبعا أكيد مهم، ما ننقل موضوع مهم إلا شيء يثيركم. يعني أرحب بأخوي، يعطيكم العافية شباب بنات. موضوع حلقتنا اليوم مميز، قاعد يسوي بلاوي بين الشباب، بنسولف بنغشمر فيه، بنشوف شو الحلول اللي ممكن نطلعها أو شروق. تسلم حمود. بنات شباب حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج جاذرينج. طبعا اليوم عندنا موضوع وايد مشوق، وانا متأكدة انه راح يعجبكم وايد وايد، لانه يخصكم يا بنات يخصكم يا شباب بعد. اليوم راح اهب فيكم هبة مو طبيعية، واسلم المايك حق السورة. اهلا اهلا فيكم كلكم. الوضع صاير وايد وناسة، انه عندنا يعني صرنا وايد وقمنا نسولف كذي، ارائنا تختلف. موضوعنا اليوم وايد راح يسوي يمكن لويا بالاستديو، الغيرة بكل انواعها. بس انا بسأل سؤال، ليش الشباب زين اسفة ابك فوت بالتلفون احنا راسك، ليش الشباب كلهم رحبوا واحنا اخر شيء؟ عنصرية كلهم سلموا لبعض، احنا غيره كلنا غيره لبعض تكلمنا بلشنا. ما يخالف اليوم انت باكر احنا وعقبه انت وعقبه. على العموم يا جماعه الخير، بما ان انا ما راح اقول الموضوع عندي، بما ان تحركتي الموضوع فاحنا راح نتكلم الحين بالسيجمنت الاول. مثل ما انتم متعودين علينا، احنا وين رحنا، شنو سوينا، شنو جبنا وشنو خذينا. اكيد شروق يعني ان عندها سالفه، واكيد حمود رضا عنده سؤال. والله اليوم موضوع وايد حصر وياي. يلا قول. اليوم قعدت منه، وطبعا كالعاده متاخر رايح المحاضره، دار ماك موقف، تدري جامعه الكويت ماك موقف، شفت هندي ولا اقول له تكفى دينارين واخذ موقفك، اقول له اوكي دينارين دار موقفك، رجع ورا خذيت موقفك. دينار لو مو هو اليوم كان ما داومت انا، يعني شنو اعطيته دينارين وصرت موقفك تجاره. يعني بالضبط المسافه صارت بجامعه الكويت بفلوس. لا انا دش دار، انا دش مع خلي الطالب يتفور، شد حيلك عندك مصاف الداخل. ها مصاف الداخل لا عندك ظلم صراحه، لا مو ظلم، انا لازم اكافئ المتفوقين عندي. انا ما يصير انت متفوق ومو متفوق انت نفس الشيء، لا هذا مصفط مصفط. اي انا حق المتفوق اللي شد حيله لي محاضرات مبكر وياخذ اي انا اكافئ. عنده من المتفوق اتمنى بعد غيره لا انت قاعد تقول الصدق ولا قاعد؟ لا قاعد اقول الصدق، قاعد تقول الصدق خلاص، قاعد اقول الصدق. اي متفوقين، بس هم انا اشوف بوجهة نظري انه غلط ان المصافط يحطون مصافط داخل حق المتفوقين. ليش غلط؟ اوكي لانه هو حتى مصافط برا ما في، في مصافط برا. انت احنا الكويتيين شنو نبي؟ مصفط عند الباب. زين جامعه الكويت بالشوي انا اتكلم عن شوي، بس صراحه بس في ناس ما تصفط، مو اللي يبون عند الباب، اللي يصفطون بعيد. انا اتكلم عن شوي فيها يمكن 6 أو 7 اماكن مصافط. حلو اوكي، تصفط 15 ثانية للباص يوصلك للباب. ليش ما تركبون باص؟ نبي المصافط اللي ننزل عند هذا الباب بالشويخ.
هذا بشوي انا قاعد اتكلم بشوي سيب كيفان مشكله كيف اكبر زين بدور كم مصفط حق المتفوقين كم مصفط يعطونكم ما يمكن 200 زين انت أو 100. انت تفوقت السنه الاولى يعطونك مصافط سنه ثانيه ما تفوقت يظل مصفط حقك ولا لا. خلاص لا شلون عيل خليك تفوق السنه هو بس مو مساله مصافط ترى هم فيه مكافآت يعني المتفوق ينزل 250 دينار اعلاميين صحفيين هم داخل ولا متفوقين انا قاعد احكي اتكلم عن المتفوقين المتفوق غير الاعانه او المكافاه الطلابيه اللي انت تاخذونها لا 250 دينار في الدورس هذا المتفوق المتفوق ايه؟ غير الاعانه ولا مع الاعانه لا غير الاعانه الاعانه 250 في الكورس ايه؟ زين ليش الجامعه الخاصه ما في كذي انا توني اسمع جامعات خاصه ما احنا ابن وايد خاصه انت تدرس تعطين من فلوسك يعني ما خلي الجامعه زين شباب وبنات طبعا احنا نسينا اليوم نوجه احلى تحيه حق الفيسبوك فيسبوك يعني احنا طبعا لان احنا يعني نسيناهم لا لا ما نسيناهم بس الايباد ناطرينه صدق والله الايباد لا الايباد الايباد ما لي الايباد انت اساسا امس وايد زعلانين منك لان انت يعني 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 كلش ما تكلمتي بس على العموم بما ان انا يعني راح انوه عن موضوعنا اللي حكيت انا تكلمت رفعت لي التليفون بعد تكلمت على تمسك الكرسي ماكو ما دير اقول قصه قبل زين طبعا احنا اليوم موضوعنا يا جماعه الخير راح نبلش بالحلقه يعني بالسيجمنت الاول احنا راح نسولف عن كل شيء وين طلعنا وين جينا وين رحنا بس بالسيجمنت الثاني راح نبلش موضوع الحلقه راح يكون عن الغيره الغيره بين الازواج الغيره بين الربع الغيره بين الرفيجات الغيره بين اخو الاخو الغيره بشكل يعني يعني انا اقول شغله الغيره بكل انواعها احنا راح نتكلم اليوم عن الغيره بشكل عام بس طبعا احنا قبل لا ندش بموضوع الغيره راح ندش على الفيسبوك ونقول لكم احلى تحيه نبيكم تشاركون ويانا هذا انا تقول حمود 6 و3 محمد بما انه حمود ابو عضلات شكرا انزين تقول لي ها عليك وهو الكبير زين وهو الكبير ونسمي حمود ومحمد 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 يعني راح نسمي حمود حمود محمد حمود يسمونه حمود محمد انت راح يسمونك حمود محمد حلو زين وراح يسمون حمود فلان زين ليش فلان حمود جرين ايز قلنا لكم خلاص يعني ما يصير شيء احمد المسعري يقول مساء الخيرات انا توني راد من الجامعه وحدي تعبان بس ما طاوعني قلبي انام ما اشوف الحلقه لازم اشوفها يعطيك الف عافيه احمد المسعري يعطيك العافيه انزين ريون غير محمد اللي لابس فنيله رصاصيه انا زين هذا السمي ابو جاسم مو اللي لابس فنيله رصاصيه السمي هذا ابو جاسم زين لابس فنيله رصاصيه تقول لا تطلع اقعد ليه اخر الحلقه انت عشان انت طلعت رد عليها رد عليها انا قبل امس اعتذر من كل المشاهدين كان عندي امتحان وريون غيره يا اسم جامعه الكويت اوكي فطلعت ان شاء الله اليوم لاخر حلقه ان شاء الله الابد راح اكون وياكم يا رب انزين شوشو المخضرمه تقول هلا والله بالبرنامج الشهير طنطوم والابطال زين حبايبي اخباركم منورين فديتكم كلكم يعطيك الف عافيه كلنا طبعا نقول لكم هذا وجه لهم شكلكم ساكتين ترى انا قاعده اسوي حركات انا قاعده اسوي اشارات ريون غير مساء الخير محمد ومحمد ومحمد وشروق وبدر اسرار منورين شكرا روان صالح هلا وغلا حبايب قلبي منورين محلوين تهبلون قمور اي والله 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 العظيم كاتبه قمور نجوم كواكب امزح فديت قلوبكم احلى سلام واحلى تحيه مني لكم رنون رنوش روان صلوا وجه الله احلى تحيه حقكم انزين جوري الوناسه تقول لكم جوري الوناسه تقول لكم مساء الخير والانوار والسرور على احلى مذيعين واحلى برنامج واللي مو عاجبه مع نفسه يعطيك الف عافيه طبعا احنا طبعا مثل ما قلنا لكم انه يعني يعني انتم اللي بالفيسبوك لو مو انتم احنا ترى يعني الحين ما يعني ما قاعد نسولف وياكم ونعطي ونقول لان انتم ما شاء الله عليكم انتم قاعد تقولون عنا وقاعد تقولون عن بدر وعن شروق وعن اسرار وهم اللي محلين برنامجنا صراحه لان قاعد يسولفون ويانا ونرد عليهم ويردون علينا واسرار اخر ايام كلها قاعد ترد على كنتاكي ما ترد على اللي بالفيسبوك فما ادري سالفه اسرار زين متى بتفسخ نظاره بس عشان اعرف ولا انت انا متاذي من الكشافات صار لي كم يوم ترى قاعد تعكس بعدين انت يعني ليش تجرحين احاسيسي ومشاعري انت ما تدري ان انا شايف يعني ما اشوف سامحني فالشمس تطق بعيوني فانا ما اقدر اشوف بعيوني بسم الله على عيوني ما تشوف شر خليها هي خلاص البس حبيت البس البس بعيوني بعدين انزين انزين قال لنا محمد موقف على الجامعة صار اليوم بالجامعة وانت شو صار وياك؟ انا نايمة طول اليوم ما عندي شيء انت شو صار وياك؟ انا صار اليوم وايد يوم عادي يعني ما في اي شيء خلصت محاضرة كل ايامك عادية؟ ما لا اله الا الله عندي نقطة انا شروق اليوم بالكواليس اوكي طبعا قاعدين احنا لا لحظة قبل لا تتكلم قبل لا 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 ل
اوكي ولا تقول لي بالحرف لا تحرف لا تحرف حمود لا اله الا الله حلو اليوم طبعا قاعد اقول له ليش في الجامعه كلها نظاره عليك؟ ايه اقول ان انا شنو؟ ما ابي احد يطالعني وانا كل ما اقط النظاره يقول يمي صار يمي انا ما قلت كل شوف 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 انا ما قلت كل انا قلت كنا مسويين كرنفال مو قالت الكلام صار الموقف الفلاني انا مو قاعده اسمع انا قاعده اكلمك من عذرك ممكن توقعي لي انا بليز جدني انا وقعت عليك والله توقيع انا لما تكلمت الحين اعطيك قلم اعطيك ايدي ايدي انا عندي واحد يعيدني حمود قاتله قالت كذي والله قالت ابي بصمه ما قلت كذي انا ما قلت كذي يا حمود قلت بالكرنفال ترى ما ارفع عليها صار بعد عمري واخذها لا انا بطيح الاشياء هي بس عقب ما قالت له بس انا قلت ان شاء الله حبيبتي تفضلي انا ترى ما اكلمك انا حاليا ما اكلمك تكلمي خلصي كامله انا قلت كنا مسويين كرنفال والبرنامج اللي كنت اسويه قبل كان كله يخص الجامعه بنات الجامعه شباب الجامعه لما كانوا يصورون معي انا اتجمدت ان حسيت ان اول مره يصير معي هالموقف فانه خلاص يعني مو عارفه اخذ راحتي لما افسخ النظاره يصير في قط حكي ان فلانه الفلانيه كانت تقول كذا وكذا فعشان كذي انا البس النظاره يعرفوني من شعري كله شعري كشه زين للحين يعني من ذاك اليوم للحين وانت لابسه النظاره اي والله من ذاك اليوم اي وانام فيها بعد زين انا افسخ والبس بدور انا قلت لهم نكلمها الحين نسولف فيها عشان بعدين يمكن ما ترد علينا هو يبي يوصل حق الناس ان انا بعدين انا ابو جاسم يعني صراحه هذا نوع من نوع من الهرطقه وانتم تدرون اللي هرطقه يعني تدرون هي هذه صراحه انسانه تهرطق فيعني عادي عادي صح 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 على العموم يعني حتى انا وغير والسيميات اللي موجودين وياي كنا احنا امس واحنا طالعين تذكرون لما كنا طالعين احنا كنا رايحين الفنار شنو صار ويانا سكتي اسرار البنات قاموا يتحدفون الحين يبي استوقيع احنا ما اعطيناهم مي بس احنا ما اعطيناهم مي تدري انت لا 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 الستيج مالنا ما يصلح لنا ليش كنا لابسين نظاره شوفوا لا النظاره يمكن تكون محطه مكياج لا مستحيل شوف حتى من الامراض الدوقيه ترى انتم ليش تحطون عليها كنا انا طبينا انا اعطيك بوس شرب شرب لا 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 بوس ما نبي بوس رقعي لي محطه مكياج غير انه مو حاطه مكياج فعلا انا ما احط مكياج لما اروح الكليه من اللي ما يحط مكياج ما حد يسكر بنظاره لحظه لحظه من اللي ما يحط مكياج من ما يحط اقول كنترول بس يبوني قلت لك بس انا بسوي تجربه انا ما قلت هني تستس بس بسوي تست شوفوا انا ما راح شوفوا ما راح اسوي شيء وايد انا بس بسوي مسحه كذي عرفت على خفيف انت مزور اذا خلصت من انا رايحه ادرس يا انا اول مره تكسر خاطري انا اروح الكليه اروح ادرس ما اروح اسوي شو نفس بعض الناس لا يعني انا سمعت ايش تسوي يعني انت طبعا نفس بعض الناس يعني ليش اسوي شو يو 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 خلاص هذه حركتك يو يو هذه ما تحمد مكي ما ادري ما ادري شنو احمد مكي عاوز شو اسمه احمد مكي اي ما اعرف ايه حبتين وين اليوم المهم لازم طبعا عندنا موضوع وايد حلو راح نتكلم فيه غيره هي غيره ترى على فكره هذه نوع من انواع الغيره انت تغار مني انا ما بديت هذا كلام جديد تدري فيه فاصل خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم بالموضوع الحين نتكلم مع بعض الله انا حيل في حيل وطبيعي داير جوي جميل تابعني انا حدي غير كل شيء اصير كل جيكر عندي ضيعه انزين على العموم شباب وبنات ردينا لكم اكيد من بعد الفيصل حبت بعض الناس هذه حبتين واحلى بدليه على الهواء طبعا ما عليه المهم ردينا من بعد الفاصل الجميل جدا اكيد بس طبعا قبل لا نبلش بحلقتنا موضوع حلقتنا الغيره والغيره شيء صراحه يذبح ويقتل ويقص القلب بس انا ما راح ادش بالموضوع هذا ليش؟ لان بحضر لكم مفاجاه جميله جدا مو مني انا من ابو جاسم جرين ايز بحضر لكم عن الشامبيون مباريات اليوم يوم الثلاثاء مباريات خطيره جدا يعني راح يقول لنا الافريق